أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، أرحب بكم في عدد جديد من حصة قهوة وجورنال، نرصد لكم فيها أهم ما تداولته الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية لنهار اليوم، والبداية بجريدة النهار التي عنونت كبش ولاد جلال ب9 ملايين والبيع ما كاش، حيث حط العديد من الموالين والبزنسية رحالهم في الجزائر العاصمة من أجل عرض أضاحي العيد، حيث تحولت أغلب المشاتل والساحات وجوانب الطرق السريعة إلى أماكن لعرض المواشي، كما أن أسعار الأضاحي عرفت ارتفاعا كبيرا، حيث وصل سعر كبش ولاد جلال المفضل لدى سكان العاصمة إلى 9 ملايين سنتيم. النهار عنونت كذلك الجزائريون يشربون مياه معدنية غير مراقبة في مخابر الدولة، حيث كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسا بأن منتجي المياه المعدنية التي يتم تداولها في السوق الوطنية لا يقومون بمراقبة عينات المياه بمخابر معتمدة، وإنما تلجأ إلى مخابر خاصة للحصول على شهادة المراقبة، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة المستهلك، خاصة وأن التشريع الجزائري لا يلزم هؤلاء بالمرور عبر مخابر معتمدة. النهار عنونت كذلك تفكيك شبكة تهرب القمح المستورد من ميناء وهران نحو الموالين، حيث تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لوادي تليلات بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث في وهران من حجز ما مقداره 351 قنطار من مادة القمح اللين المستورد، كان على متن شاحنة نصف مقطورة مستخرجة من ميناء وهران. شاب يقتل آخر بطعنات تورنفيس بعد شجار حول ركن سيارة في المسيلة، هكذا أيضا عنونت جريدة النهار، حيث خلف ليلة أول أمس شجار بين شابين حول ركن سيارة بالقرب من السوق اليومي بوسط مدينة بن سرور جنوب عاصمة الولاية المسيلة. مقتل شاب في العقد الثالث من العمر يدعى لام عين يقطن بحي القرية. إلى صحيفة الشروق التي عنونت 150 ألف جزائري يتزحمون على سيارة الغاز، حيث كشف مدير خدمة سيرغاز على مستوى مجمع نفتال مصطفى نوري عن ارتقاب تحويل 80 ألف جزائري خزانات سياراتهم من البنزين إلى الغاز خلال سنة 2018، منهم 12 ألف سيارة تم تحويلها خلال السداسية الأول للسنة الجارية، والبقية سيتم تحويلها بشكل تدريجي، فيما أفصح عن اتفاقية سيتم توقيعها مع أصحاب سيارات الأجرة خلال 3 أسابيع لتمكينهم من الاستفادة من تخفيضات في التحويل تبلغ قيمتها 50%. إلى جريدة البلاد الآن التي عنونت إعفاء مهنيي شعبة الدواجن من الضريبة على الذرة، وجاء في الخبر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد قررت تنفيذ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تيفيا على الذرة، ويأتي قرار الوزارة الذي يصب في صالح مربي الدواجن تزامنا مع ارتفاع فاحش في أسعار اللحوم البيضاء. إلى جريدة وقت الجزائر الآن التي عنونت أيضا وزارة الفلاحة تفتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات، حيث أعلن مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خالد بارا عن فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حيث يتم في أحسن الظروف. إلى جريدة المحور أيضا التي عنونت إحباط محاولات حرقة 1116 شخص منذ بداية السنة، حيث عادت الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا تزامنا مع فصل الصيف، حيث تؤكد بيانات الجيش الوطني الشعبي أن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية قد أحبطت محاولة حرقة 1116 شخص خلال السنة الجارية، منها 722 خلال السداسي الأول و336 خلال الشهر السابق و58 خلال هذا الشهر.
إلى الموعد اليومي التي عنونت الحكومة ترخص دفع ديون المؤسسات العمومية، حيث منح الوزير الأول أحمد ويحيى الضوء الأخضر لدفع ديون القطاع العام التي تشكلت سنة 2016 و2017 من ميزانية التسيير للسنة، بالإضافة إلى ديون السنة الحالية 2018، وتشمل المدفوعات فواتير الكهرباء والغاز والماء الهاتف والإنترنت والإشهار، على أن يكون دفع هذه الديون من ميزانية التسيير للسنة الحالية. إلى جريدة المساء، إجراءات استعجالية للتكفل بالمتضررين من التقلبات الجوية، حيث أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة التي كلفها وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية بمعاينة الأضرار المترتبة عن الاضطرابات الجوية التي اجتاحت ولاية تمن راست عن جملة التدابير الاستعجالية للتكفل بالمتضررين، فيما استمر تساقط الأمطار الموسمية أمس على ولايتي تمن راست وأدرار اللتان شملتهما نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ما أبقى السلطات المركزية والمحلية على حد سواء في حالة استعداد تام وترقب تحسب لأي طارئ. إلى الصحف الصادرة باللغة الفرنسية، لوريزون عنونت إطلاق حملة لجمع جلود الأضاحي، حيث أعلنت وزارة الصناعة والمناجم أمس عن إطلاقها لحملة جمع جلود الأضاحي يوم عيد الأضحى المبارك المقرر بعد حوالي أسبوعين، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى تثمين شعبة الجلود التي تم تحديدها ضمن الشعب التي تمتلك قدرات تصديرية هامة. لديبا عنونت تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع، حيث دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أول أمس 4 قنابل تقليدية الصنع بتيبازا، فيما دمرت مفرزة أخرى للمخبأ للجماعات الإرهابية تم كشفه ببومرداس حسب ما أعلن عنه أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني.